اسمعيني سالوني، ممكن انه قبل ما توصلي على بيتك تسمعي خبر موتى لاختك الغالية هي. انت ليش هيك عم تعمل يا كرم؟ ابنا الصغير بحاجة لقلها هلأ، ليش لحتى تحرم طفل صغير من حنان وعطف الام عليه؟ قل لي ليش. اسف يا سالوني، انا رميت كتاب حياتي، الكتاب اللي صفحاته كلها مليانة بالاعمال الصالحة والسيئة، واستبدلته بكتاب مكتوب فيه شي واحد، هو الانتقام وبس. ايه نعم الانتقام، فهمتي؟ انا عانيت كتير بالسجن، وهلأ لازم تعانوا انتو مثل ما عانيت. طيب ليش بعداوتك لقلنا بدك تعاقب طفل بريء ما له ذنب؟ ليش ليكون انا مالي بريء؟ يعني انا بحاجة لحنان، وصعب علي كتير ابقى هون لحالي، وانتو رح تبقوا معي هون وتنبسطوا كتير معي وتضحكوا كتير وتموتوا من الضحك ورح يستمر ضحككم لحتى تجنوا، وغير هيك خلوها حلقة بإذنكم. اوعكن انتو التنتين، اوعكن انه يخطر على بالكن تهربوا، مفهوم؟